السلام عليكم، مرحبا بكم في أكاديمية فن الحياة، ومرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج الطريق إلى الصحة. هذا البرنامج اللي مواكبينكم إن شاء الله طيلة شهر رمضان، من أجل أننا نناقشوا ونجاوبوا على الأسئلة اللي ممكن أنكم طرحوها واللي ممكن أنكم تلقوا فيها بعض اللبس. فنتمنى إن شاء الله ما دمتم أحسنتم الظن فينا أننا إن شاء الله نكونوا عند حسن الظن. السؤال ديال اليوم ان شاء الله اللي غنجاوبوا عليه واللي طرحوه بزاف ديال الناس وتطرح بزاف ديال المرات، هو مساله العصير. يعني فوقاش غنشربوا هاد عصير الفواكه؟ اولا نوضح واحد النقطه، فمساله استهلاك الفواكه هكاك هذه مساله يعني ما فيهاش نقاش، يعني من حيث الفائده الصحيه اكيد استهلاك الفواكه كما كنقولوا حنايا هكاك صاينه يعني رائع جدا. ولكن وليداتنا بزاف ديال الناس يعني كيبغيو يلقاو يعني راسهم كيشربوا عصير، يعني من حقه يتمتع بهذه المتعه هذه. فهنا خصنا نلقاو حلول، لا من حيث التحضيرات، والتحضيرات راحنا هضرنا عليها وانتم راكم عارفينها، ولا من حيث التوقيت. فنجي المساله ديال التوقيت الفواكه، فوقاش يعني عصير الفواكه عفوا، فوقاش نشربوه، فوقاش نشربوه عصير الفواكه؟ كنشربوه فوقاش ما بغينا بين الفطور والسحور. هذا بالنسبة للناس اللي ما كيفكروش في صحتهم. نعود هذه النقطة، بالنسبة للناس اللي ما كيفكروش في الصحة ديالهم، شي بين الفطور والسحور شربوه فوقاش ما بغيتي. أنا غنهضر مع الناس اللي معهم بجوج، ولكن التوضيح غادي نوضحوا للناس اللي بغاو يشربوا العصير في رمضان بطريقة اللي تكون طريقة اللي جسم يستفد منها، ونحافظوا على الفواكه وما نضيعوش فيها، وتكون فائدة جيدة للصحة ديالنا والجانب الاقتصاد الأسري. فالفواكه شنو هي؟ الفواكه هي واحدة تركيبة غذائية الله سبحانه وتعالى متعنا بها. شنو فيها؟ فيها حوض المعادن والفيتامينات. من كتكون صايم النهار كامل، جسمك هذيك العمليات الفيزيولوجية اللي قام بها هو داك الحوض المعادن والفيتامينات. فهاد الحوض خصنا نعمروه، هذا هو الدور ديال الوجبه ديال السحور والفطور. فالفواكه فيها واحد الحوض كبير جدا ديال المعادن والفيتامينات، بالاضافه الى مضادات الاكسده، علاش؟ لان الجسم يكون خلال رمضان العديد من الجذور الحره، يعني دي برو اوكسيدون اللي خاصنا ناخذو حنايا، دي زونتي اوكسيدون، من اجل اننا نواجهوا هاد الجذور الحره اللي ممكن تسبب لنا مشاكل. فهاد المساله ديال استهلاك الفواكه والفواكه، علاش؟ لان هي عامره بالمعادن وعامره بالفيتامينات وعامره بالبوليفينول وعامره بالفلافونويد وعامره بالالياف الغذائيه وعامره بزاف العناصر الخالق عز وجل متعنا بها. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، كاين شرط. فمن اجل اننا نحقوا وان اننا نبحثوا عن هذه المعادن والفيتامينات اللي هي مهمه، الله سبحانه وتعالى حطنا واحد السكر جميل جدا في الفواكه واللي هي من نوجه التسميه ديال الفخوي، هو السكر الفريكتوز. فهاد السكر الفريكتوز مي كناخذوه، الجسم كيتمتع بالمذاق ديالو. الليمونه حلوه لان فيها هذا السكر، البطيخه حلوه لان فيها هذا السكر، باقي ما دخل البطيخه، انا كنهضر بصفه عامه. الرمان حلو كذلك، باقي ما دخل لانه فيه هذا السكر. الموز حلو لان فيه هذا السكر، وبالتالي السكر الفريكتوز هو السكر المتعه اللي كاين في الفواكه، جيد جدا. هذا السكر هذا في وجود عناصر اخرى اللي هي مثلا وجبه فيها الدسم، فيها اللحوم، فيها بزاف ديال الامور، ولاحظوا ان ما عمرك غتلقى فاكهه ولا غذاء فيه، يعني في النبات فيه سكر وماده دهنيه. مثلا نجيو الافوكادو، الافوكادو فيها ماده دهنيه ولكن ماشي محلواش، فيهاش السكر، نسبه صغيره. علاش؟ لان الجمع بين الاثنين كيعطينا مشاكل على مستوى الهضم. شنو بغيت نقول من هذا الشيء كامل؟ هو انك انت الا بغيتي تشرب العصير ممكن تشربه في اي وقت، ما الا كنتي بغيتي تشرب العصير وتفكر في صحتك فهاد الشيء هذا خصنا نكونوا عارفينه. فالجسم ديالنا حنايا مثلا انسان كيبدا مثلا بعصير هو الاول، الا بديتي بعصير هو الاول نورمالمون، الا ما كانش بشي سائل من يعني يكون بالماء او لا من غير شي سائل اخر، يعني عصير هكا عصير بالماء، خصك تستنى واحد ثلث ساعه
وقلما الناس كيتسناو في الوجبه ديال الفطور لان الانتظار شويه صعيب في هذيك المرحله، فكيبدا نشوفوا في الساعه. هذا هذه فطره فينا حنا، الجوع راه الا فهمناه راه كيخلينا نحقوا الحاجه. تصوروا معايا ما كانش الجوع، الانسان ما ياكلش، ما ينسى راسو، خصو ياكل. فهاد الجوع راه ماشي شي حاجه عيب، واخا. فقلت انا يخصو يتسنى واحد نصف ساعه ثلث ساعه على الاقل. هادشي هذا اللي يعني بزاف الناس ما يقدروش يديروه. فشنو الحل اللي خصنا نخرجوا به؟ بيان سور ملي كنهضروا على الفاكهه، على العصير وسط الماكله ودوز به الماكله ومن بعد الماكله، هادو ما عصير ماشي عصائر. واخا شنو كيوقع انك انت ملي كتاكل مثلا خديتي خبيزات معمرين فيهم مثلا اسماك وفيهم مثلا يعني بيض مثلا، ولا هاد الجسم ديالنا دخلوا هاد الاسماك، دخلوا هاد البيض، دخلوا هاد الاشياء، خصو يهضمها. كتبع انت عصير الفواكه، هاد العصير فيه سكريات اللي الهضم ديالها دغيا كدوز، فحاجه كتهضم في ساعتين بديتي بها، ولا وحاجه كتهضم في نص ساعه. اكيد جسمك ما مساليش يهضم هذيك نص ساعه، انا كنحاول نبسط. واخا فشنو غيدير الجسم؟ غيخلي هذاك الفواكه لما تنتظر. كنعرفوا بلي الفواكه من اضافه هادشي اللي هضرت عليها فيها حمض الماليك وحمض الجاليك وحمض الايلاجيك، وشرف الله وقدركم الناس الفواكه راه كيصوبوا منها الخمور. فماذا يقع؟ تتخمر هذه الفواكه وتكون واحد الماده خطيره جدا على صحه وجسم الصائم، اللي هي ماده الايثانول. هنا تضر جسمك من حيث اردت ان تنفعه، وهنا جسمك يتحول الى مصنع للكحول بين قوسين، اللي هي ماده الايثانول. هذه ماده الايثانول شنو كدير لك؟ كتعطيك واحد الخمول. علاش؟ لان الكبد صعيب يتعامل معها. كتعطيك واحد العياء، كتعطيك واحد احساس بالنوم، كتعطيك واحد الضبابيه في التفكير. وهذا هو ماده الايثانول هي اللي كاينه في الخمور. فكيولي الانسان صافي ديكونيكتي، عيان، ما فيه ما يهدي، ما فيه ما يهدر، ما فيه ما يتكلم، ما فيه ما هاد الامور. هاد المسائل اكثر من هكا كتخليك تميل انك تمشي تشهى داك شي حلو، تشهى داك شي بزاف ديال الامور، لان جسمك فيه نقص. انت كليتي ولكن ما تغديتيش، لان يعني الغذاء تعوض المخازن لاخوات الاكل. الانسان غا كياكل. نتمنى ان شاء الله اكيد كديروا خبز خميره بالدي راه غتفهموني. واخا فهذا فيما يخص توقيت الفواكه. اذا شنو خاصنا نديرو؟ يعني المساله ديال الفواكه ناخذوها هكاك صاينه، هذه هضرنا عليها. ما عندناش مشكل ديال الالياف الغذائيه باش تكونوا عارفين في المغرب. واخا قلنا لا، هذا من حيث التركيبه. من حيث التوقيت، فوقاش التوقيت المناسب هو ملي كتصلي التراويح في المنزل ديالك. في الايام في السنوات الاخرى ملي كنصليو التراويح من بعد هذه الفتره هذه، من بعد العشاء بواحد تقريبا واحد ساعه، ممكن ناخذوا عصير الفواكه والجسم ديالك. وانا كنقول لك اخي اختي المسلم الانسان، لك حق المتعه في الاكل، حتى شي واحد ما يسحبها منك. لك حق المتعه في الاكل. وشوف الخالق عز وجل اعطى داك الفاكهه، اللون ديالها زوين، الشكل ديالها زوين، المذاق ديالها زوين، من اجل انك تتمتع ايها الانسان. هذا حق مشروع، حتى شي واحد ما يحيدوه لك. واخا فالتوقيت ديالها في هذا التوقيت هذايا ما يمكنش نديروها في السحور لاسباب فيزيولوجية، ما يمكنش نديروه في الفطور ندوزوا بها ولا نبداو به. اللي بغى يبدا به ولا يدوز، ولا قلت انا كنهضر مع الناس اللي يعني ممكن تشرب العصائر في الفتره كامله. مي اللي كيهتم بصحته خاص هذه المساله نكونوا على علم بها. فناخذوها من بعد، عطيتكم التوقيت، التركيبه، من حيث الامور. ما بغيش ندخل في التفاصيل، لان اللي كيهمني انا هو ما هو شويه علمي وعملي، لان الجانب العملي هذا هو. احنا الجانب العلمي فقط كنقولوه للاستئناس وليطمئن قلبكم، من اجل ان الانسان يقوم بواحد يعني يحاول يقنع راسه، لان كاين بزاف ديال الناس اللي يقنعوا الناس وما قدروش يقنعوا راسهم. هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم في الحلقه ديال اليوم من برنامج الطريق الى الصحه خلال رمضان. خلي لكم الراحه، عواشركم مبروكه، شكرا لكم على كل كلمه زوينه، شكرا لكم على لي كومونتير، شكرا لكم على التشجيعات. فهاد الشيء هذايا كنديروه من اجلكم، وما دمتم احسنتم الظن فينا نتمنى ان شاء الله اننا نكون وكنا عند حسن الظن. خليتكم الراحه، عواشركم مبروكه، فطور ان شاء الله نقول لكم بون ابيتي ماشي بون شانس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.